بعد الأحوال الجوية غير المستقرة التي شهدتها بعض أجزاء المملكة نهار اليوم، توقعات بأن تشتد وتتسع رقعة تأثير الحالة الماطرة الأيام القليلة القادمة. تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أحوال جوية غير مستقرة في أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، وانتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وطرت زخات من الأمطار. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتميل الأجواء للاستقرار تدريجيا يوم الاثنين، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تبدأ المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي أكثر اتساعا وأكثر شدة. تفاصيلها نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وخلال منتصف الأسبوع. نهار يوم الأحد كانت الأحوال الجوية الغير مستقرة تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، لكن خلال ساعات ليلة الاثنين أو ليلة الأحد على الاثنين تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتميل الأجواء للاستقرار بشكل عام خلال ساعات نهار يوم الاثنين. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تتطور وتتسع رقعتها انطلاقا من غرب المملكة، تشمل حتى مدينة جدة خلال ساعات نهار أو ساعات مساء يوم الثلاثاء، وتتسع رقعتها تدريجيا اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء لتشمل أجزاء من المنطقة الوسطى، وتواصل اتساعها وشدتها يوم الأربعاء لتشمل أجزاء إضافية من المنطقة الوسطى ووصولا حتى المنطقة الشرقية، وتستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة بتأثير على المنطقة الغربية. التأثيرات الأكبر لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ستكون على الخط الرابط ما بين المنطقة الجنوبية الغربية وصولا حتى منطقة حفر الباطن والشرقية، ومرورا بمنطقة حائل والقصيم وشمال منطقة الرياض، وأيضا حتى مكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة والطائف. تستمر هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات يوم الأربعاء، و خصائص إضافية أو تغير أيضا في الأحوال الجوية خلال يوم الخميس، نستعرض تفاصيل أكثر في النشرات اللاحقة. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غير مستقرة، فرصة محدودة لبعض الزخات من الأمطار في العاصمة الرياض. الحرارة المقاسة حوالي 11 درجة مئوية، المحسوسة 10 درجات، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة أسرع. بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين استقرار على الطقس 20 إلى 13 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 21 درجة مئوية كحرارة عظمى، وتبدأ تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، فرصة لزخات من الأمطار. وأحوال جوية غير مستقرة متوقعة يوم الأربعاء مع 21 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين، نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك 18 إلى 9، سكاكا 17 إلى 8، وعرعر 14 إلى 5 مع أجواء غائمة جزئية بشكل عام. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 24 إلى 17، جدة 28 إلى 20، مكة المكرمة 30 إلى 21، والطائف 22 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في جازان 29 إلى 25، أبها 20 إلى 12، الباحة 19 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 21 إلى 14، حفر الباطن 17 إلى 9، والإحساء 21 إلى 11 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، نبدأها بالعاصمة الرياض، أجواء غائمة جزئية مع 20 إلى 13، بريدة 18 إلى 11، وحائل 18 إلى 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.